الميديا انت ليك ألقاب كتيرة جدا، عارفها ولا مش عارفها؟ لا قول. طيب ايه وايه؟ يعني طيب في الفولت العالي، في الحراق، في المشطشط، في حاجات كتيرة كده. اهم حاجه وش الساعه. حبيبي يا احمد، ربنا يخليك يا عم، تشرفت بيك يا حبيبي، ومبسوط انا كنت معاك. تحب تقول لي ايه للجمهور؟ واحد طبعا اللي كان ليه دور كبير جدا في البطوله دي، بطوله رقم 12 اللي كان موجود في الملعب، وتقول ايه لجماهير النادي الاهلي بشكل عام؟ يمكن جمهور النادي الاهلي ده اعظم حاجه بالنسبه لي في حياتي، وبشكرهم على الدعم والمساندة خلال الفتره اللي فاتت ليا وللعيبه كلها، وخليكم دايما سند وظهر لينا وفي اي ماتش في اي بطوله، وان شاء الله نكون عند حسن ظنكم وهنفرحكم باذن الله طول العمر ان شاء الله. وتفرح الجماهير دايما وتحافظ، بحس دايما انه كهربا من اللعيبه القريبه جدا من جماهير النادي الاهلي، بحس ان في لينك مختلف كده. طبعا كل اللعيبه طبعا، بس بحس انه يمكن انا واحد منهم، يمكن انا عشت اللحظات دي كتير قوي، يمكن في المدرجات برضه، فبحب انا بحب ان انا كني عشان بص، يمكن جمهور الاهلي بحب اللعيبه اللي هي تروح تحتفل معاها، تكون قريبه منها، فانا دايما على طول بحب ان انا اقرب منها وبحب ان اتكلم، لان انا بعتبرهم يعني احنا الاثنين واحد، لكن هو في الملعب وانا في المدرجات، فدي بالنسبه لي هو يعني ده الاساس. مبروك مره ثانيه كهربا، وبالتوفيق ان شاء الله باذن الله، واللي جاي يكون افضل ان شاء الله. يبقى طبعا كهربا واحد من النجوم اللي عملت الحقيقه بصمه كبيره جدا، وكتب تاريخ كبير جدا جدا جدا